جماعة ذهبوا للنزهة إلى الجنوب ثم عادوا إلى جدة مارين بميقات يلملم، وكانوا ناويين العمرة، وبعد يوم أو يومين في جدة أحرموا منها ودخلوا مكة للعمرة، فهل في ذلك شيء؟ نعم، هؤلاء كان الواجب عليهم أن يحرموا من ميقات الجنوب، يحرموا من ميقات الجنوب وهو السعدية أو الطائف إن جاءوا من طريق الطائف، فتجاوزهم للميقات وإحرامهم من جدة هذا إحرام دون الميقات، فعليهم فدية. عمرتهم صحيحة ولكن عليهم فدية، كل واحد عليه فدية يذبحها في مكة يوزعها على فقراء الحرم. نعم.